تكفى تعمل على 13 برنامج، لأنها تستهدف كل الفئات، كل فئات المجتمع تستهدف الجمعية. مثلا الطلاب سمي لهم برنامج اسمه برنامج جيل من الأجيال، مأخوذ من عصر الأجيال، وبرنامج آمن خاص بالقطاعات العسكرية، من آمن يعني من الأمن، وبرنامج نقي خاص بالمولات وبالبيئات، من بيئة نقية. كل فئة من الفئات سمينا لها برنامج، يعني حتى برنامج بيئة الحرم بيئة نقية خاص بالحجاج والمعتمرين. هذه مبادرات؟ نعم، مبادرات كلها تعمل عليها الجمعية، وكل مبادرة لها هدف، لها هدف يخدم البرنامج ويخدم الخطة الاستراتيجية.